بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهاردة مبدئيا على ازاي اشغل وحدة الغسيل الكلوي اللي هو الجهاز بتاع الجهاز الشامبو دوت. دي وحدة مية صغيرة، أول ما باجي بفتح الزرار وخلاص دلوقتي هو كده مفتوح، وأضغط على الزرار ده تمام هيبدأ يديني إيه، هيشتغل هو. في عندنا هنا محبس، محبس المية ده هو ده اللي دخل عليه على الجهاز، هو دلوقتي مفتوح. ده هو بالطول كده مفتوح، أما لو كان كده يبقى كده مقفول. طب احنا بنفتحه ولا بنقفله؟ لا بتفتحيه، هو كان هو المفروض يبقى كده تمام. اول عشان الجهاز ده يشتغل لازم الميه مفهومه جايه من وحده الميه. لو انا عملت كده هيبدا يديني على الجهاز هنا ووتر الارم، لو ووتر الارم او ووتر بريشر يعني ضغط الميه قليل. فانا دلوقتي لازم اول ما بفتح وحده الميه بتاعتي ببدا اعمل ايه؟ افتح ناخد الاول فكره عن الجهاز. ده جهاز الجامبرو، حاول ما تجيش وشوش حد في السوق. ماشي. ده جهاز جامبرو تمام. في عندنا مفتاحين من ورا، في مفتاح الباور وفي مفتاح الريستارت. الريستارت ده في بعض الاحيان بس مثلا جهاز يعلق معاكي، بس هو دلوقتي جديد ان شاء الله مش اي حاجه. بيبقى مثلا معلق معاكي تقومي ضغط على الزرار ده. اوكي، ديت الباور بتاعته. ماشي، لازم نتاكد ان هو مفتوح تمام. طبعا هفتح كده ضغطة بسيطة على الزرار، الباور بيفتح مش ضغطة طويلة تمام، ضغطة بسيطة بس. يبدأ معايا ايه، يبدأ يديني الأول ايه عرض، يعمل تشيك الأول على نفسه. طبعا الوقت اللي هو على ده لما يخلص نبدأ نتكلم في حاجة تانية. دي اسمها البلاد بامب. بلاد بامب يعني ايه؟ بلاد بامب هي اللي المفروض بتسحب الدم من البيشنت وتدخله على الجهاز، ولازم طول الجلسة شغالة. لو هي وقفت معنى كده ان في مشكلة، ممكن الدم يتجلط معايا على الجلسة. اول اصلا ما تقف هيديني الارم هنا، والزرار ده ايده يطفي، الزرار بتاع البمب ده بلاد بامب ايده يطفي تمام. الخبطه دي طبيعيه ما فيش فيها مشكله، ما تقلقيش منها تمام. زي الارلام دي كده مثلا ديسانفكشن ريكوايرد وكلير، دي معناها ايه؟ هو الجهاز ده بيديكي الارمز كتير، معناها ديسانفكشن ريكوايرد يعني هو محتاج يتعقم، ممكن يكون محتاج يتعقم بكلور، وهدخل لكم على برنامج التعقيم دلوقتي تمام. انا هقول له دلوقتي كونفيرم ماشي، وهنبلغ. المفروض اللي بيعقم هو الايه؟ فني صيانه الاجهزه، هو المسؤول عن وحده الميه وهو المسؤول عن الجهاز. ما ينفعش ان انا اشغل من غير فني ايه وحده الميه، لان في بعض التحاليل بتتعمل بيتاكد ان مثلا ما فيش فيها نسبه كلور عاليه، ما فيش فيها كذا ماشي. شوف البومب دي اسمها بلاد بومب. اوكي، طيب ده اسمه ايه؟ دي مكان الفلتر الصغير، وهوريكم الفلتر الصغير بعد كده، او اسمه الخزان تمام. دي حاجه اسمها وصله الفينس، يعني لما بركب الفلتر الصغير بوصل وصله الفينس هنا تمام. في عندنا دي اسمها العدسه. العدسه ديت لازم لما يكون الفلتر الصغير راكب، لازم عشان الجهاز ده يشتغل والتايم يعاد، لازم الجهاز ده تدخلي اللاين بتاعتك جوه هنا، بتقومي محركاها كده وتقومي شاده اللاين، وهنعملها دلوقتي. اوكي، بعد كده ديت التيوبس. التيوبس دي بتتحط في الفلتر من الجانب، ده عباره عن واحد بيجيب ميه نظيفه من الجهاز، والتاني بياخد الويست برودكت اللي موجوده في الفلتر بيدخل تمام. بعد كده في عندنا تيوب A وتيوب B. ممكن يقول لك الارمز كتير، يقول لك ايه؟ يقول لك تيوب A اوت اوف بوزيشن، يعني ممكن يجي لك كلارم كده يقول لك تيوب A اوت اوف بوزيشن او تيوب B اوت اوف بوزيشن. معنى كده ان هي متحركه من مكان، حتى لو هي متحركه كده يجي يديني تيوب A اوت اوف بوزيشن، حتى لو حركه بسيطه. خدوا بالكم، يبقى لو جالي الارم تيوب A اوت اوف بوزيشن لازم يبقى اتاكد على ده، هم اضغط عليهم كده تمام. طيب ايه وظيفتهم الاثنين دول؟ تيوب ايه ده؟ احنا عندنا الجهاز القديم كان لازم يكون مفيش حاجه اسمها كبسوله بايكار، كبسوله البايكار اللي هي بتبقى جاهزه دي، مش اللي هي دي، هي جاهزه دي بيبقى عباره عن املاح معينه بنسب معينه، بتتحلى بتسحب ميه من الجهاز وبتتحلل وبتغسل الجهاز. في بعض الاحيان وفي بعض الاجهزه اللي هي الفريزينيوس والحاجات ديت والجامبر نفسه القديم ما كانش بيبقى فيه الكبسوله دي، فكانوا مضطرين ان هم يجيبوا الاملاح يدوبوها في غساله بميه معقمه ويبداوا يحطوا تيوب بي دي. تيوب بي دي بيبقى فيه عصيان يا شباب. اول حاجه العصايه البيضه دي، العصايه البيضه هي اللي بحطها في شكر الكارب بتاعي تمام. مش هحطها دلوقتي، انا هشيلها بعدين، لان لو شلتها دلوقتي هيحصل معايا مشكله. اول ما هيجي لي الارم هنا، ده الخط دوت بيبقى ايه؟ كولرلس كده. الخط ده معنى كده ان لسه الجهاز بيتشيك، بيعمل تشيك اب للوظائف بتاعته، فانكشن تشيك، بيتاكد تمام. الرساله اللي بتجيلك معظمها مثلا الجهاز ده شغال ازاي، بيجيلك في الحته دي.
حتى كمان لما يبقى مثلا الجهاز ده جاهز للغسيل يقول لك ايه waiting for patient، يعني الرسائل بتجي لك هنا، الطيب طول الجلسه بيجي لك هنا، فاضل قد ايه الكلام ده بيجي لك هنا، تمام. طيب هو دلوقتي اداني رساله بيقول لك when ready for priming start blood pump، ويديني دي يعني ايه when ready for priming، يعني ايه when ready for priming، يعني انت لما توصلي وصلاتك وحاجتك وانت جاهزه دلوقتي عشان وعايزه تركبي خلاص ستارت البلاد بامب، يعني لو ضغطت على ديت هتشتغل معايا البلاد بامب دي دلوقتي بتعمل لي برايمنج. يعني ايه برايمنج؟ يعني انا موصله اللاينز بتاعتي والمحلول بتاعي ويبدا المحلول ده يطلع الهواء اللي فيه، تمام. طيب انا لو عايزه اوقف البلاد بامب اوقفها من هنا، عايزه اشغلها اشغلها من هنا، اوكي. ممكن يجيلك الرساله دي، خدي بالك يعني شويه كده، بص الرساله دي، الرساله دي تقول لك ايه، انت عايزه كونتينيو برايمنج تستمر في البرايمنج اللي انت شغاله فيه، ولا نيو برايمنج كانك بتعمليه من اول وجديد، ولا كونكت البيشنت عايزه توصلي البيشنت، تمام. انا مش عارفه دي الاخيره يعني ريسيركيوليشن، مش عارفه يعني ايه ريسيركيوليشن، يعني دوره جديده، ممكن دوره جديده. المهم انا دلوقتي بتتك على ايه، كونتينيو برايم، اوكي. طب لو انت بتبقي جاهزه عايزه تكملي ستارت البلاد بامب، ده ستارت البلاد بامب من هنا، تمام كده. يبقى احنا عرفنا دلوقتي مبدئيا ايه شكل الجهاز ده. طب انا عايزه اظبطه دلوقتي على بيشنت، انا البيشنت اول مربع ده بيقول لك سرعه البمب قد ايه. طب سرعه البمب قد ايه دلوقتي؟ 99. يعني ايه سرعه البمب؟ انا بزودها من هنا الاول، ماشي، من زياده من هنا والنقصان من هنا، في زائد ونقص. طب دلوقتي البلاد بمب ديت، اللهم صل على رسول الله، انا دلوقتي يعني ايه مثلا ان هي البمب ده هي على 100 او 200 او 300 او هكذا، يعني معناها يعني هو دلوقتي لو على 155 معناها ان الجهاز ده بيسحب من المريض 155 سنتي في الدقيقه، تتفلتر وترجع للبيشنت تاني، تمام. طب هي اصلا النورمال يا مستر المفروض احطها على كام؟ المفروض لو البيشنت ده مركب اي في شنط، ماشي، المفروض انت مش اقل من 300، تمام. وعلى حسب برضو حاله المريض، في بعض البيشنت يقول لك ايه، الدكتور بيقول لي لا ما تزودش البمب عن 270 بس ما لا يقل عن 250. ليه بقى؟ لانه كل ما تكون البمب قليله كل ما البيشنت ده ما يغسلش كويس، تمام. اولا كفاءه الغسيل تقل، لا اللففان، يعني لففان الدم بيبقى قليل، يعني انت لما تلففي 300 سم في الدقيقه ولا تلففي 150 سم في الدقيقه؟ طبعا 300. وكل ما يكون اكتر كل ما يكون احسن، يعني مثلا انت بتبداي لو الراجل ده مركب اي في شنط مفيش عنده مشاكل، بتبداي ب 300 لغايه ايه وانت طالعه ممكن توصلي 350، ماشي. حسن فدلوقتي كل ما تكون البامب احسن، كل ما تكون البامب سريعة كل ما يكون احسن بالنسبه للغسيل، تمام كده. طيب دلوقتي يا مس، طب انا دلوقتي اول غسله البيشنت ده، طبعا عاده بيكون عندكم هنا في العنايه ان البيشنت دوت جاي اول مره يغسل. طيب يا مس اعمل ايه اول مره يغسل؟ المفروض البامب بتاعتك ما تزيدش عن 250 260 بالكتير. ليه؟ لان البيشنت ده اول مره يغسل، واللي ممكن يحصل كومبليكيشن على الجلسه ان البامب سريعه والراجل ده اول مره يغسل، ممكن يدخل في برين اوديما، طبعا في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها داياليسيس ديس اكويليبريم سندروم. معنى ايه ده؟ معنى ان اليوريا في الجسم كلها بمستوى واحد في المخ وفي الجسم دلوقتي قبل ما اغسل. اول مجرد ان انا بغسل كتير لساعات اكتر، المفروض ساعتين ونص، والبامب ما زادش عن 250 في اول جلسه دي بالذات، تمام. وبتاخد احتياطك قوي. ليه بقى؟ معناه ايه؟ ان انت لما بيحصل اصلا انت بتشيل اليوريا من الجسم، بتبقى البلد دلوقتي ما فيش فيه يوريا، تركيز اليوريا في البلد قل، فنسبه الميه فيه زادت، تمام. طب دلوقتي لما يكون كده ايه اللي يحصل؟ نسبه اليوريا في المخ هتبقى عاليه، زي كانه ملح ومحتاج ميه، اليوريا عاليه في المخ فتبدا تسحب ميه من البلد من الدم فتعمل برين اديم، تمام. فعشان كده اول جلسه بالذات يبقى فيها احتياط، اول حاجه ان البامب قليله، رقم اتنين ما تبقاش لمده 3 4 ساعات، لا هو النورمال بيشنت المفروض ياخد 3 4 ساعات في الاسبوع، 4 ساعات في الجلسه لمده 3 ايام في الاسبوع، ده النورمال البيشنت خلاص اللي بيغسل على طول، يبقى 4 ساعات في الجلسه الواحده، وكل ما يكون اكتر كل ما يكون اقل احسن. بره الناس بره بيغسلوا لمده 8 ساعات في اليوم، يروح يبات عندهم ويروح، ليه؟ كل نسبه الغسيل احسن. شوف انت الكليه بتشتغل كل دقيقه وبتفلتر قد ايه، فاحنا ما نجيش على البيشنت مثلا هو 4 ساعات ونخليهم 3 ونص، يا مس ما 3 ونص كفايه كفايه عليه قوي مش هيستحمل، لا مفيش حاجه اسمها مش هيستحمل اكتر من كده، لازم البيشنت كويس ياخد الاربع ساعات بتوعه كاملين، ما ينقصوش دقيقه، تمام. يبقى اول حاجه عندنا دي اسمها البلاد بامب، سرعه البلاد بامب. وانا لما باجي اظبط انا فيها ما بظبطش فيها اي حاجه، هي متظبطه ماشي، انا ما بظبطش هنا حاجه، بدخل على هنا
طيب ده معناه ايه؟ ديت هيبارين وكلام من ده، انا مش بدخل على اي حاجه. في عندنا هنا، في عندنا هنا الهيبارين سيرنج، بس احنا مش بنشتغل بيه، احنا بندي الهيبارين اي في على طول. تمام. طيب انا باخد رقم 2، يبقى انا رقم 1 مش باخد منها حاجه، رقم 2 بدخل عليها باخد رقم 2 فيها بلاد بامب سيجمنت دايامتر. معناها ايه بلاد بامب سيجمنت دايامتر؟ المفروض بظبطها على كام؟ على 6.5، وبعد كده ادي اوكي. تمام. وبعد كده اعمل اكس. يعني ايه بلاد بامب سيجمنت دايامتر؟ مقاس ال مقاس اللاين اللي بيتحط في قلب البامب بلاد بامب ديت هي 6.5. تمام. وده بيبقى مكتوب على البتاع، على الورقه بتاعتها، وهي معظمها ثابت خلاص ان احنا مظبطين على 6.5. اوكي. طيب رقم 3 مش بدخل عليها، رقم 4 اللي بدخل عليها. رقم 4 دي اللي في الشغل بتاعي، فيها ايه؟ فيها اليو اف فوليوم. يعني ايه يو اف فوليوم؟ الترا فلتريشن. انا عندي دلوقتي الراجل ده زايد كام كيلو، زايد كام لتر عندي. في حاجه اسمها دراي ويت. يعني ايه دراي ويت؟ دراي ويت معناها الوزن الجاف للمريض. طب برضو يعني ايه؟ يعني ما انت عايزه تقولي لي ان كل شيت للبيشنت لازم يكون عليه الدراي ويت بتاعه مكتوب من بره؟ اه، بيبقى عندنا الدراي ويت. مثلا الراجل ده بيطلع 70 كيلو بعد الجلسه، 70 كيلو ده ما فيش فيها ميه زياده في جسمه، وال 70 كيلو ده هم مش سحبه من الراجل ميه كتير قوي فعامله له شد في رجليه او هايبوتنشن. يبقى هي توازن بين حاجتين، لا هو ساحب كتير ولا هو ايه؟ ولا هو في ميه لسه كتير في جسمه. طيب مثلا طبعا الدكتور هو اللي بيحدد، ماشي؟ الدكتور ده مثلا ممكن يقول لك سيبي نص كيلو بس، لا كيلو ونص، كيلو بوينت ونص. تمام. ودي اوكي. يبقى انا دلوقتي عندي على في خلال الوقت بتاعي هسحب ايه؟ كيلو ونص. طب التريتمنت تايم ده الوقت اللي التايم بتاعه هو متظبط على 4 كيلو. اوكي. لكن انا الدكتور قال لي مثلا ده هما ساعتين ونص، يبقى 2:30، يبقى ده ساعتين ونص. طب يا مستر انا باجي اتلخبط مثلا اجي اكتب 2 هوصلها 22 او كذلك، فانت دلوقتي بدل ما تعملي تزودي من هنا نقصي من هنا. وعايزه اقول لكم على حاجه، اول حاجه اليو اف فوليوم ديت اخطر حاجه. يعني ايه اخطر حاجه؟ انا ممكن بدل ما احط كيلو ونص احط 15 كيلو، يعني مثلا ايه ام جايه حاطه ايه كده وانا مفكراها لا. فانت دلوقتي لازم ثلاث مرات تشوفي انت حاطه كام كيلو ووقت قد ايه. طب يا مستر انا مش عارفه اظبطها ازاي، اعملي مثلا انا غلطت دلوقتي، اعملي سي، السي ده هيمسح لك اللي فات. يعني دلوقتي انا بقول لحضرتك المفروض ثلاث مرات تشوفي انت حاطه الوزن بتاعك قد ايه. زي ما انت بتقول بتشيكي على على التريتمنت اللي بتديه ولا الامبول اللي بتديه، ثلاث مرات تشيكي على الوزن ده ثلاث مرات. ازاي بقى؟ انا دلوقتي اهوت ادخل عليه مثلا الراجل دوت انا عايزاه يخس 3 كيلو، بصيت لقيت نفسي كتبت 3 كيلو ونص، فلقيت نفسي كتبت 35 كيلو. فده غلط، لازم ابص على البيشنت، لان مجرد ما البيشنت ده يدخل على الجهاز والجهاز متظبط على كده في خلال 5 دقائق ممكن البيشنت يموت مني. ليه بقى؟ سحب كميه الميه مره واحده فدخل في هايبوتنشن ممكن يدخل معاك في كارديك اريست. يبقى انا عندي دلوقتي لازم اتاكد كويس ان انا كاتبه ايه. عايزه مثلا 2 كيلو 600، 2600 بس لقيته ايه عمل كده. طب انا غلطت اعمل من السي دي، يبقى 2 كيلو بوينت 600، ماشي؟ ال 600 هنا يعني 60 جرام او 2 كيلو ونص يعني كده. فانا ممكن الصفر ده يلخبطني، لا ما تلخبطيش اقعدي لو مش عارف. المهم بعد كده اعمل ايه؟ اوكي. اوكي. يبقى انا عندي حاجتين اتنين بظبطهم من ده، اول حاجه اليو اف فوليوم والتريتمنت تايم. طب في عندي حاجه ثانيه، ده معناه ايه؟ ده فلويد منيو. يعني ايه فلويد منيو؟ يعني السوائل اللي عندك ده الجهاز دلوقتي بيشتغلها بيظبطها، بيظبطها على كوندكتيفيتي كذا. تمام. تمام. دي اسمها البايكارت. اوكي. دي التمبريتشر بتاع المحلول، بيقول لك ان الفلويد تمبريتشر هي نورمال كام؟ 37. يعني بيدخل الفلويد على البيشنت على الفلتر بحراره 37. قال لك لو هو ادى الارم هاي الارم تمبريتشر اللي هي 39، يعني ما يوصل ل 39 هيديكي ايه؟ الارم. لو اقل من 35 هيديكي الارم. ديت الكوندكتيفيتي ديت نسبه الاملاح اللي في الجيركن الكبير. يبقى اول حاجه كونك دي الاولانيه بتاعت البايكارت، اوكي، الكبسوله اللي بتتحط في الجنب. انما كوندكتيفيتي ديت بتتحط اللي هي في الجيركن. ده مظبط الصوديوم على 140 فيه اتش سي او 3 على 34. الكلام ده انا مش بدخل على الكلام ده كله عشان ما لخبطكوش، انا بدخل على حاجتين اتنين بس، على ده رقم واحد الراجل ده خس كام كيلو والتريتمنت تايم قد ايه بس، وبعمل اكس. انا كده ظبطت، ظبطت ايه؟ عايزه ابص على اللي انا ظبطته. 2 كيلو 600 ماشي. اوكي. تمام. والتريتمنت تايم عاملاه على 2 ساعتين و33 دقيقه. اوكي. طيب تمام. واعمل اكس. يبقى انا كده ظبطت جهازي. تلاحظوا يا شباب ان احنا عندنا الخط ده اصفر، هو كان الاول زي كده،
ده معنى ان هو اصفر كده، معناه الجيركن محتاج ان الجهاز ده مستعد ان هو خلاص الفانكشن تيست بتاعه خلص، ومحتاج ان هو ايه كبسوله البايكارب بتاعته، ومحتاج الجيركن. راح اجيب الجيركن. تعالي يا ده اسمه الجيركن بتاعي، جيركن البيكارب الكبير، تمام. ودي ايه الكبسوله بتاعتي، شوف ركزي هنا، ركزي هنا كده، ما ينفعش شيل السكر، حل الجو طبعا الجرك بتاعي يبقى انا عندي الخط الاصفر ده، الخط الاصفر ده موجود، معناه حاجتين اتنين، ان الجهاز بتاعي عايز اول حاجه جيركن البايكر، تمام، وايه والكبسوله. في حاجه كويسه جدا الاستاذ عبد الحميد عملها، انه بدا يخرم لنا ده بالفورم ده بحيث على قد على قد العصايه، بحيث ان ما ينزلش فيها اي فلويد ولا اي حاجه المفروض ان هي تنزل فيها تعمل مشكله. فببدا احط العصايه بتاعتي وببدا ده اشيل، تمام. الاول بشيله ازاي؟ هو اصلا كده اوكي، بشيله كده وابدا اشد جامد وابدا احط، شايفه دي بتتحط مع الجزء اللي فوق ده، تمام. ولازم اسمع الكلام ده خلاص. في عندي لازم المحلول ده دي توصل لغايه ايه، ارضيه البتاع في الايه، تمام. دي اول حاجه. ده طب شوف الالارم اللي اداها لي على طول ايه، قال لي انت عايزه البايكارب بتاعتك نوعها ايه، مقاس طب ركزي كام، هقول له اول واحد هبدا الاول، هقول له اللي هي 295، بس هبدا الاول احط كبسولتي. احط الكبسوله بتاعتي ازاي؟ افتح ده، هو له شده كده بسيطه، وده كمان له شده بسيطه لفوق، وابدا احط اشيل الكفرز بتاعتها اوكي، وابدا احط اظبط من هنا ومن هنا، تمام. بس ضغطه بسيطه، لازم اتعامل معاها بالراحه خالص، ما فيش فيها اي مشكله. اول ما هيبدا شايفه لما حطيت له الجيركن وحطيت له ده واديت له اللي هي ال 295 ضغطت عليها، بدا ان هو يسحب معايا وهيبدا يعمل لي حاجه بقى دلوقتي. بدا الميه اهي تنزل، تمام، الميه بتنزل اهي، وهتبدا كمان شويه كده بص تلاقي الكبسوله دي اتملت ميه. طيب طب نرجع بقى دلوقتي، بيقول لي برده وين ريدي فور برايمنج ستارت البلاد بامب. خلاص طيب حاضر، هستارت البلاد بامب بتاعتي. طيب تو كونتينيو بريس كونفيرم تشيك روتيتور تيوب، انا مش عارفه ايه روتيتور تيوب، هقول له كونفيرم برده، تمام. هيبدا هنا يقول لي هنا ريدي فور برايمنج ستارت بلاد بامب. نبدا بقى دلوقتي، طب انا دلوقتي عندي عايزه اوقف البلاد بامب بتاعتي، هوقفها من هنا ماشي، عايزه اشغلها، اشغلها من هنا، يعني انا عايزه تشتغل اتعامل مع البيشنت، اوقف البلاد بامب دي ازاي كده. خدوا بالكم يا شباب، لو عندي البلاد بامب الباب بتاعها مفتوح، اجي افتحها الاول ازاي؟ اضغط بايدي كده وافتح كده، يبقى اضغط بايدي كده الاول بصبعي ده، اضغط بصبعي وابدا افتح كده، كذلك الباب ده اضغط بصبعي الاول وبعد كده افتح، تمام. طب دلوقتي هو عايز بيقول لك دلوقتي كونتينيو برايمنج ولا نيو برايمنج، اقول له كونتينيو برايمنج، عايز اخليني فين. طب قال لي لما تبقي جاهزه اضغطي هنا، تمام. طب يعني ايه بقى جاهزه؟ عايزين بقى نبدا نركب الفلتر بتاعنا ونركب ايه الحاجه بتاعتي. انا كده جهازي متظبط خلاص، البلد سيجمنت دايامتر اهوت على 6.5 خلاص اوكي ظبطته، والربع واحد اللي انا ظبطت الوزن بتاعي والتايم بتاعي، وكده جهازي تمام. احنا منتظرين حاجه دلوقتي، احنا منتظرين الجهاز ده بيبدا يسحب جزء من الجيركن ده، وجزء من الميه المعقمه اللي جايه من وحده الميه، وجزء من البايكارب. شايفه كبسوله البايكارب بتبدا تتملي خالص، الميه هي بدات تنزل، وشويه كده وهتبدا تتملي لغايه الاخر. لما يحصل ميكس بين الحاجات دي كلها جوه المكنه، هيطلع لي من التيوب، هيطلع لي منها التيوب الزرقاء دي، هتطلع لي محلول. المحلول ده اللي انا بحطه في الفلتر تاني. المحلول ده عباره عن محلول ميه فيه بعض الاملاح، ما فيش فيه ولا يوريا ولا كرياتينين ولا اي حاجه، نسبه فيها طبعا ما فيش خالص. بيبدا بقى بيحصل ان الدم بيمشي في النص، في الفلتر في النص ده الفلتر،
ده شكل الفلتر. اوكي شكل الفلتر ده عباره عن حاجتين، له اربع مخارج، مخرجين للميه تمام، مخرجين هم للميه، واحد يحط ميه واحد ياخد الميه اللي مش نظيفه عشان يحطها في ده، وبعد كده تدخل في المكنه وتترمي في الصرف الصحي، وفي مخرج تاني، مخرجين اتنين لدخول الدم، واحد لدخول الدم والتاني لخروج الدم. يبقى احنا عندنا حاجتين، في عندنا اتنين خروج واتنين دخول، واحد دخول دم ماشي، وفي واحد لخروج الدم تمام، ده واحد وواحد تمام. والناحيه الثانيه واحد لدخول الميه النظيفه والتاني لخروج الميه اللي مش نظيفه. اوكي طيب احنا عندنا هي عباره عن ايه اصلا؟ بجهز الالات بتاعتي اول حاجه بجهز ازازه، بجيب انبول الهيبرين، طبعا الحاجات ديت احنا ايه اللي شغالين عليها قبل كده للتعليم، فهو دي الحاجات الجديده. اول حاجه بجيب ازازه محلول جديده، بجيب انبول هيبرين. اوكي طبعا الاحسن ما تغسليش ملح، ما تغسليش بالكوبس الا اذا كان في النادر او ما عندكش الهواء، بتجيبي ملح تمام، وبعد كده انبول هيبرين عليه. ليه بتحطي انبول هيبرين عليه؟ اول ما بتتعبي بتحطي انبول هيبرين، لانك انت عايزه تغسلي اللاينز بتاعتك كلها عشان ما يحصلش تجلط على الجلسه، لان من غير الهيبرين هيحصل تجلط على الجلسه، الا اذا كان برضه مهما ياكل لازم تغسلي اللاين بالهيبرين تمام. طيب تاني حاجة الأنبول التاني أنا بدي عادة البيشنت العاديين اللي ما عندهمش سيولة أو ما عندهمش تجلط في النورمال، بياخدوا معايا أنبول هيبرين أي في. أول ما بغسل اللاينز خلاص وأجي بقى ساعة أوصل للمريض أدي أنبول هيبرين تمام، أدي أنبول هيبرين أي في على طول، وهعرفكم إزاي دلوقتي تمام. طيب أول حاجة أنبول الهيبرين وإزازة المحلول بتاعتي، بعد كده الفلتر بتاعي تمام، بعد كده بقى اسمه دي الوصلة، الوصلات بتاعتي. الوصلة دي فيها لون أزرق وفيها لون أحمر، اللون الاحمر اللي بيسحب من المريض ويدخل على الفلتر، وبعد كده اللون الازرق بياخد من الفلتر يدي للمريض، وهندي واحده واحده دلوقتي تمام. وعندي الابر بتاعتي ماشي، الابر دي هي نفس دي مفيش مشكله، بس انا جايبه لكم ديت اللي هي اللي لونها ابيض ولونها احمر عشان خاطر ان انا اعرفكم عليه، ان ما تقلقيش لو هي لونها احمر او من غير لون خالص ما تخافيش، المفروض ان هي فيها واحده زرقاء وواحده حمراء. احنا عندنا جهاز عموما فيه لون احمر بيسحب من المريض ولون ازرق بيدخل للمريض تمام، عشان تبقى عارف تمام. طب دلوقتي يا مس اول ما باجي اعمل ايه؟ طبعا الوصله ديت الجديده طبعا مش هنفتحها، انا هفتح الوصله اللي انا مستعملاها قبل كده. يا مس طب انا عايزه دلوقتي اول حاجه اركب على الجهاز ده، اركب ايه؟ خلاص اول حاجه هتركبي الفلتر بتاعك، انا هفتحه كده للجهاز ده البتاع ده، لما تيجي تحاولي تفتحيه تلاقيه صعب جدا، صعب جدا وجامد جدا، لو جامد جدا في هنا. المهم هو سبحان الله فتح دلوقتي، في هنا هي لو ركزتي هتلاقي حته صغننه خالص ممكن تفتحي منها، دي اسهل لك، لكن انت لو عاده جيتي تفتحي ده بتلاقيه صعب جدا تمام. زي ما اتفقت معاكم المفروض ان انا بصت جنبي تمام. ادي الفلتر يا شباب، الفلتر ده ماشي، ادي الاول هنا ده في وصله للدم، واحده للدخول واحده للخروج، والثانيه في وصلتين للمي. اوكي اول حاجه ده اللي هو الحامل بتاع الفلتر. يا مست ادخل ازاي بالعافيه؟ لا اضغطي ورا كده تمام، هتضغطي ورا كده وتدخلي تمام. دي اول حاجه ركبت الفلتر. بعد كده اول ما بفتح الوصله بتاعتي يا شباب عندي حاجه لازم ايه اضغط عليها كويس كده واكد عليها، هي ايه؟ عندي الوصله اللي بتدخل في ازازه المحلول دي، لو وقعت مني اللي هي ديت، لو وقعت مني ماشي، لو وقعت مني خلاص باظت دي الحمراء اللي هي الوصله بالجزء الاحمر تمام. عشان كده اول ما بفتح البتاع بحاول ان انا اكد عليه، لان لو وقعت مني خلاص خلص. طبعا هي لها كفر تمام، يبقى اول حاجه باكد على دي، وبتاكد على حاجه تانية اللي هي اللي في الزرقاء اللي هي دي، المفروض دي بقوم اكد عليها. ليه؟ لان ديت اللي موصله معايا في الجزء الازرق ده، ده اللي هركبه بعد كده في الابره بتاعت البيش تمام. فانا مش عايزه الجزء الازرق ده يلمس اي حاجه، لانه لو لمس اي حاجه مش هينفع يدخل للمريض تاني تمام كده. فانا اول ما بفتح الجهاز بتاعي، اول هي المفروض ان انا عاملاها قبل كده، فانا هخلي ديت هوصل بيها، هي بتبقى كده تمام. اول حاجه بقوم مأكده عامله زي الابريق الصغير كده بتاع زمان، فتقوم مأكده عليها. اوكي هي والوصله دي. طب يا مست اول ما افتح خدي الوصله الزرقاء بتاعتك دي، الوصله الزرقاء تمام. طبعا بحرص وانا باخد الحاجه. يا مس لما اجي افتح ده افتحه على الاخر؟ لا ما تفتحوش على الاخر. هل ايه المفروض ان انا كنت بحب افتحه من الجنب كده، بحس ان هو برده بيبقى عامل زي كيس معايا، في بلي صغير، في حاجات صغيره طبعا.